carpet, enjoying the beauty of the sunset, landing on a sand dune for a safari. Cause you don't think I know what I've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. Flying on a magical carpet, enjoying of the sunset, landing on a sand dune for a safari. Thank you. Well, sweetie Zina. عندي 15 سنة غير وليت 15 هاد الشهر. انا ما كنت زاديت وناشوناليتي ديالي امريكانية، ولكن انا دمي مغربي، سو انا مغربية. وهاد الاغنية اللي درت على المغرب، like I love المغرب، like كنحماق عليه، واي واحد اللي عنده الفرصه باش يغني على المغرب ولا يدير سبوغ على المغرب ولا يدير اي حاجه على المغرب خاصو يديرها، حيت ماروك زوين. و ماما وبابا عاونوني بزاف في الغناء ديالي، و they pushed me like just how they would bribe people from all the world. Cause it's like us, technology, architecture, prestige, and fancy. غني الفاختي المغربية. Okay, so. الراية المغربية هي الروح والعقل، هي بها نموت بها نحيا، في الدم والعرق هي حمرة ونجمة خضرة، سمعوني وهي حضرة، رفرافة وخفاقة في الذاكرة تراها باقة، مبروك ويا أبطال العز نصار الوطن. راية المغربية، راية راية. شكرا. بالنسبة ديال زينة، بالنسبة الاسم ديال عوائلها هو كيساعدك ولا كيتحمل واحد المسؤولية كبيرة؟ سعيد عوائلها بغيت نقول بوحدو، ولكن ماشي بوحدو، حيت لايك مازال لايك بابا ديالي، ولكن الغناء ديالي بحال كنديرو على خاطري، ما بغيت الناس يعرفوني على صوتي وشنو كندير، ماشي على السميه. بين 800 متر وصولا الى 10000 متر، فلا شك انه الافضل على الاطلاق. اول بطوله رئيسيه لعويطه كانت عام 84 في اولمبياد لوس انجلوس، حيث فاز بالميداليه الذهبيه لمسافه الخمسه. دائما سعيد عويطة كيدخل انترفيوز، يدخل مع سعيد عويطة، كيعجبني حيت زينة وبابا ديالي حتى هو كان بطل كبير في العالم، ولكن انا بغيت نكون عارفة على صوتي. كارير في امريكان، يمكن لان انسان شاب مغربي او اصلا مغربي يبدأ واحد كارير في امريكان اللي كنعرفو عند برودكسيون كبار، باش توصل لواحد السمية ديالك ماشي سهلة، حيت بزاف الناس كيغنيو تما، و بحال it's very big large competition، ولكن هنا بحال كلشي ظريف وكلشي غير كيقول كتغني يلا نسمعوك، و like كيعجبني like
open. ان شاء الله بغيت نولي كنغني بروفيشنال، ولكن الدراسه هو الاول وخاصني نكمل كل شيء ديالي، ديال كل قرايه، ماستر ديجري، بي اتش دي، عاد ندخل الغناء بروفيشنالي. بزاف ناس كي بزاف ناس كي سولو فين كنقول في الافريك كيسحب ليهم ساوث امريكا، لكن لا كن like كنبغيو ناس يعرفوا فين كاين المغرب وكيفاش the culture، حيت like it's different و like مختلفة وبحال they're open، ولكن like مسلمين ولكن like open، وبغينا كل شيء اللي كيقولها اللي كيكونوا عارفينها كيقولوا زوين، حيت ماشي like اسمح لي ما كنعرفش نقولها، ماشي معقدين و لايك يو نو. بالنسبه لك الغناء، واش الغناء الموسيقى واحد الوسيله انك توحد الصوره زوينه عن المسلمين على العرب العالم، عندها روح كاينه واحد الصوره خيبه بالنسبه لك واحد المسؤوليه ان اي مغني واي فنان انهم اللي كيغني عنده واحد الصوره زوينه ديال الانفتاح والموسيقى بزاف الحوايج. بيان سور عندي هاد الأفكار كلشي لي عندو هداك حيت مكيقولوش داكشي لي مزيان على تما، حيت كاينين كريشنز، كاينين جويش، كاينين مسلمين، ولكن مكيعرفوش حيت في الأخبار كيبينو غير داكشي لي كيوقع لي كبير، وبزاف د الحوايج ماشي ما مسلمين عندهم بزاف ديال الحوايج لي مزيانين عليهم، ولكن الناس مكيعرفوش عليهم. Yes, stereotype. ولكن بزاف الناس كيعرفوا على الإسلام وبغاو يوليو مسلمين حيت كتشوف الدين ولايك مزيان. بيان سور كندير سبور، ماما وبابا كيجريو، ماما عندها تايكواندو في ثيرد دان، و تا انا بغيت انا كنجري في المدرسة ديالي، الفرق ديال المدرسة، وكندير فرقة ديال الدونس تا هو في المدرسة، وكنجري كل ويكند، كنجري بزاف مع ماما. ماشي بزاف حال very rare باش تتلاقاي معهم، حيت الميريكان كبير، كاينين كيكونوا في يو نو. كنجي كل صيف. كيولي حسن the technology وكل شيء هما they go further they go far. غادين far وغادين مزيان، كل شيء عندهم is improvements. A lot of improvements وكل شيء غادين في طريق ديال جديد وكل شيء جديد و كل شيء بزاف ناس عندهم the degrees و they all smart و مزيانين. so انا اوكي انا كنحماق عليكم وانت انا مغربيه ومعليش الا كنت كنسكن في الميريكان في البحر كنسكن في اللي كان، ولكن انا مازال مغربيه، دمي مغرب وما كنحماق على المغرب، وبغيت اللي كندير الغناء اللي كندير ليكم وداكشي على المغرب بغيت ماشي نكبر بكم، ولكن انا كنحماق على داكشي علاش كنغني عليكم، كنكبر بغيت كلشي عارف على المغرب، بغيت نكبر بكم و I love you. شكرا شكرا.